اذا معنا اتصال تليفوني. الو الو سيد هامي، احنا نحبك ونحترمك وكنا مبسوطين كتير بيك وبفنك ومتمتعين بافلامك، لكن انا والله والله مش قادره اصدق اللي تشوفه عيني. والله كنا نحبك الحين نشوفك على قناه مثل هيك، قناه اسرائيليه مشبوهه مثل عيب عيب. والله داخل الاستوديو الصوت انقطع، الاتصال فصل. فيك تعاودي الاتصال مرة أخرى. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فصل قصير ونعاود معكم الحلقة مع الآخر من القاهرة. فصل قصير ونعود مرة أخرى. شو هي الأخت؟ فلسطينية ولا مصرية ولا إيه؟ أنا ما بعرف الجنسية يلي بتتصل، ولكن الاتصال انقطع. أصلا سمعت منها كلمة بتقول على التلفزيون الإسرائيلي. هو ده على التلفزيون الاسرائيلي؟ الاعداد ما حكى لك ان هذا تلفزيون اسرائيلي؟ لا. وايه اللي برنامج وهو تسجيل؟ ولكن هو ايه؟ ايه المشكله؟ طب مش اتعرف بحضرتك؟ انا اسرائيلي وانت بتتكلم سلاح ومش سلاح، انت فنان وكوميدي. ماشي حبيبي، فنان وكوميدي بالسلاح ومش السلاح ماشي جميل. هو انا واجهت في وشك سلاح دلوقتي او حاجه؟ لا ما وجهتش في وشي سلاح، وما تقدرش توجه في وشي سلاح، وما تحاولش تستفزني علشان انا هادي. أنا او بمعنى اصح لو ماشي انا السلام، الحكومات اتفقوا مع بعض. احنا كشعوب بنقيسها بمعيارات تانية. انت واقف حاسس ان اسنانك هتخرج من الغيظ. انا لو من كلامك انت مش عايز توصل لحل. انت برضو حبيبي حبيبي حبيبي، انا ما مش بص حدش يقدر يستفزني. ماشي انت كمواطن مصري، لكن انا مش عايز استفزك، انا عايز اوصل معاك لحل. اللي انت الحل مش حل. الحل حبيب قلبي انك تروح لدكتور تتعالج، لان عندك ايوه حقيقي حقيقي حقيقي. معناه ايه؟ معناه انكم مرضى. استاذ ايمن ليش عم تستهزئ فينا؟ نتكلم على الهواء احسن. مرضى؟ طب يلا بره الهواء دلوقتي. احنا بره الهواء. احنا مرضى؟ لا انا احب اتكلم على الهواء. كمان المرضى بيخشوا يحاولوا يعملوا سلام، مش مرضى يخش معاهم سلاح. انت تنكر ان في جيبك سلاح دلوقتي؟ في جيبي سلاح. ليه؟ انت خايف من ايه؟ اقول لك خايف من ايه؟ من حد زباله ممكن يعترضني. من حد زباله؟ ايه زباله؟ حد حرامي قطع طريق اي حاجه. عودة مرة أخرى مشاهدينا لاستكمال حوارنا وحلقتنا مع ضيفنا أيمن قنديل وهو ممثل مصري. أهلا بك مرة أخرى. ربنا يقدم الخير. أنا سمعت تليفون وطبعا الناس كلها سمعته. ايه ان الحلقة متذاعة على تلفزيون اسرائيل. نعم. انا مش بتفرق معايا تلفزيون مين، بس انا جاي برنامج انه بيتصور في مصر وقناة بتقوله المانية مصرية. ما فينا نقول المانية. لا الاعداد لما اتصل بيا اكيد حضرتك سمعت غلط من الاعداد. لا انا بسمع صح. انتوا اللي فيه لوع وفي كذب وبعدين بترجعوا تقولوا. مش عم تتهمنا بهالتهمات. اقول لك لان انت سيدي ردود الافعال على صفحات التواصل الاجتماعية في اسرائيل. ينعل صفحات الاجتماع للتواصل. انا بقول لك انا جاي بتكلم على تلفزيون مصري، تجيبيني على تلفزيون اسرائيلي ويجي لي واحد متعصب لي. هو انا دلوقتي اللي واقف اهو، يخش الكادر ويكلمني. اسرائيل مش عندها دي قناتي. انا عمري ما اخاف. انت اللي خايف. انا اللي خايف انك داخل بسلاح. انا من غير سلاح. انت من غير سلاح وانا عشان عاملك بسلاح ابقى انا اديتك قيمه. لكن انا ممكن اعمل ايه؟ اقول لك كده اقعد ارتاح ارتاح يا ابن. انتوا جايين تضحكوا عليا. يلا يا عيال يلا يا بنت. ايه يا ولاد؟ يلا يا حاج يا باشا هنهرج. يلا يا ولاد يلا. ايه يا ولاد الواد؟ ايه بعد المجوله يا باشا؟ احنا بنهرج معاك بنهرج معاك بنهرج. مصريين ايه يا ولاد؟ خلاص هو انت بتضحكوا عليا انا؟ ينعل
اللي جاي يدخل حكم بعد يلا ده مقلب يا استاذ ايمن مقلب والله مقلب حرام عليك تضرب واحده ست خلاص خلاص فين بدارك يا عم كويسه مش مشكله تعالى اقعد هات هات الكرسي هات الكرسي هات الكرسي يا عم انا هعرف اطلعها ودي مصرية ست انتهي مصرية وماسكة كارت بس يا رب يكون لهرا سنين صافة يا جماعة استاذ توائم كده انت اللي حبت النفس انت وقعت بسرعة ليه؟ لا عايز في الوصيف دي كانت قلم واحد لا بجد كلها بسرعة ليه؟ شايفين شايفين اللي بيحصل في الموزيع يا جماعه سقف الايمان النهارده بجد بعد البرنامج معايا انا في العربيه بقى لا 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 كده مره انت هامد عاكس بدارك لا ايوه ولا اي حاجه